السلام عليكم. هذه إقامة جديدة في منطقة ولاد فايت بالجزائر العاصمة، وهذه الإقامة رائعة. لازم نأكد بعض الخصوصيات تاع النوع من الإقامات. الإقامات يعني المستثمرين تاعها هم كلهم خواص، الدولة لا تستثمر في هذه المجال تاع الإقامات ذات نوعية، يعني نقولوا مقبولة، يعني ان سيرتان ستاندينغ كما نقولوا احنا. هذا النوع من الإقامات هو متروك للمطورين العقاريين الخواص. إذا هذا النوع بالنسبة للولايات اللي تنقص فيها هذا النوع من الاستثمارات، هو هذا الأمر يخضع لقانون العرض والطلب. إذا باش يكون فيه استثمارات من هذا النوع في أي مكان، لازم يتوفر العرض، يعني المستثمر، وباش يتوفر المستثمر يكون موفر، لازم الطالب يكون موجود، لازم تكون الشاري يكون متوفر. وباش يعني باش والشرط الثالث هو عامل الجذب خلينا نقول الجذب السياحي، والجذب كذلك من ناحية المناخ، وبعد الشروط نتاع يعني البنى التحتية إلى ذلك ما إلى ذلك. إذن هذا الأمر لحد الساعة متروك للخواص، والولايات اللي حبوا يجلبوا هذا النوع من الاستثمار لازم يديروا أشياء يعني اللي تجلب المستثمر كتطوير المحيط والسياحي واستغلال بعض النقاط الجذابة لهذا النوع من الاستثمار. اكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.